السلام عليكم وأهلا بيكم مشاهدي قناة ملح وسكر في وصفة جديدة. في فيديو النهاردة هقدم لكم طريقة عمل ورق العنب بزيت الزيتون والليمون ومعاه كمان وراك الفراخ، وده هيكون على الطريقة التركية واسمه زيتين يلا يبرك سارمس. ويلا بينا نبدأ بتحضير وصفتنا. أول حاجة عندي نص كيلو من الورق العنب الطازج، هسلقه في مية وملح ومعلقة كبيرة من الزيت. هضيف جزء للمية المغلية والملح والزيت، وأول ما لونهم يبدأ يتغير هقلبهم على الناحية التانية، يعني تقريبا لكل جنب دقيقتين. وطبعا هكرر نفس الخطوات دي في كل كمية الورق العنب اللي عندي، وبعد كده هطلعهم يتصفوا. وتعالوا بينا نشوف الخطوة اللي بعد كده. هاخد وراك الفراخ المغسولة كويس جدا بالملح والخل والدقيق، وهضيفها لطاسة سخنة على النار، وهضيف عليها عصير الليمون وهشوحها كويس. طبعا الخطوة دي بتضمن لي ان اي ريحة زفارة بتختفي تماما. وهقلب الوراك على الجنبين، وبعد كده في وك سخن على النار هضيف مكعب من الزبدة الفلاحي اللي كنا عملناها قبل كده مع بعض، وهتلاقوا الفيديو بتاعها دلوقتي ظهر على الشاشة. وأول ما الزبدة تسيح هضيف لها وراك الفراخ وهشوحها كويس جدا، وهضيف لها كمان ملح وفلفل أسود وسماق. والسماق هو نبات بينمو على شكل أشجار صغيرة وبيتغير لونها في بداية فصل الخريف للون الأحمر الأرجواني، وكمان بيستخدم في الأطعمة وبيديلها طعم حامض. وبعد ما شوحت وراك الفراخ في الزبدة والتوابل هاخدها ورصها في أرضية الحلة بالشكل ده. وهضيف رشة كمان من السماق. ويلا بينا دلوقتي نحضر مع بعض خلطة المحشي، ودي هحضرها ني في ني. عندي كوبايتين ونص من الرز المصري المغسول والمصفي، وهضيف لهم 3 بصلات متقطعين صغير، ومعاهم 10 فصوص من التوم متقطع صغير جدا، ومعاهم كمان 3 معالق كبار من معجون صلصة الطماطم، وكمان معلقتين كبار من معجون الفلفل الأحمر، وده إن شاء الله هبقى أنزل لكم طريقته في فيديو منفصل، وكمان معلقة كبيرة من دبس الرمان. وطبعا دبس الرمان بيدي لكل أنواع المحشي طعم مميز جدا. وهضيف كمان معلقتين كبار من النعناع المجفف، وبعد كده هضيف كمان معلقة كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من البابريكا، وهضيف نص معلقة صغيرة من الكمون، نص معلقة صغيرة من الكثبرة، ورشة من القرفة، ودول من عندي ولكن مش في الوصفة الأصلية. يعني في الوصفة الأصلية بنكتفي بس بإضافة الملح والفلفل الأسود والبابريكا. وبعد كده هقلب كل المكونات مع بعض لحد ما يختلطوا، وهضيف كمان رشة من الفلفل الأسود. وبعدين هضيف نص كوباية من زيت الزيتون، وطبعا هقلب المكونات كويس، وبعدين هضيف حزمة من البقدونس المتقطع صغير. وبكده تبقى خلطة المحشي جاهزة عندنا. ودلوقتي هنبدأ بلف المحشي. وعشان نلفه في عندنا طريقتين. أول طريقة إن احنا نفرد الورق زي ما انتوا شايفين كده، ونحط جزء من الخلطة ونوزعه بالشكل ده، ونبدأ نلف، وبعدين ناخد الجنب اليمين نقفله والجنب الشمال نقفله، ونكمل بالشكل ده. وطبعا احنا بنحط الخلطة على الجزء الخشن من ورق العنب، أو ممكن نلفه بالطريقة دي إن إحنا ناخد الورقة نحطها على إيدينا ونحط عليها كمية الخلطة، وبعدين نلفها بنفس الطريقة. هنلف الورقة من ورا لقدام نقفلها،
وبعدين نقفل الجزء اليمين والجزء الشمال ونكمل لف الورقة. وبرضو أهم حاجة إن إحنا نراعي أثناء لف المحشي إن إحنا نحط نفس كمية الرز بحيث إن كل صوابع المحشي تطلع في نفس الحجم. ودلوقتي هكمل لف كل كمية المحشي اللي عندي وهرجع لكم. ودلوقتي هنرص المحشي في الحلة عندنا. طبعاً لازم نرص المحشي بطريقة منظمة عشان ده بيساعد إنه يستوي كويس، وكمان بعد التسوية وقت الغرف لما نقلب الحلة يكون متماسك وما يفكش من بعض. وبعد ما رصيت حلة المحشي دلوقتي هجيب مقدار الشوربة وهضيف له معلقة كبيرة من دبس الرمان، وبعد كده هوزع الشوربة على المحشي. وبعد كده هحط المحشي على النار، وبعد ما يغلي هوطي النار عليه وهضيف في آخر 10 دقايق قبل تمام التسوية نص كوباية من عصير الليمون. وده كده شكل ورق العنب بعد ما استوى. هشيل طبعا الورق اللي كنا حاطينه في أرضية الحلة، ومش قادرة أوصف لكم قد إيه ريحة المحشي جميلة جدا. وبكده نكون وصلنا لنهاية وصفة النهاردة لورق العنب بزيت الزيتون والليمون مع وراك الفراخ. أتمنى أن أنتوا تجربوا وصفة ورق العنب، وهستنى تكتبولي رأيكم في التعليقات. ومن فضلكم لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تضغطوا لايك، ولو دي أول مرة تزوروا قناة ملح وسكر من فضلكم اضغطوا سبسكرايب عشان توصل لكم كل وصفاتي الجديدة. واستنوني في وصفة جديدة من ملح وسكر. دمتم في حفظ الله.